الإسلام، هو رافض له، رافض للإسلام، ينص في المادة السادسة أن هذا الدستور يلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهود والمواثيق والصفقة الدولية، بمعنى أن الدستور لا بد أن يخضع للإعلان العالمي وللمواثيق الدولية، ويخضع أيضا لا بد التشريعات اليمنية الوطنية أن تصبح جزء من التشريع العالمي. وعلى كل حال قاعدة الآن في العالم، إذا تعرض الخاص والعام أولوية العام، بمعنى إذا تعرض القانون اليمني أو الدستور اليمني مع القوانين العالمية تخضع للعالم، للقانون العام. ثم جد الزنداني يجهل كل هذه المعاني وماسك حبتي ولا الدين أن الشريعة مصدر كل التشريعات، مع أن الشريعة الآن مصدرها الشعب اليمني، ويمكن هو أيضا عبد المجيد الزنداني شرعية الثورة، مع أن الآن الشرعية التي تتأسس أساسها شرعية دينية، شرعية الشعب اليمني في إعادة صياغة الدستور والمواقف وبناء دولته أيضا ضمن هذه الصياغة الجديدة. على كل حال هو أيضا ضمن الأولويات هذه الأصوات الآن التي عادت تطرح. صراحة أي إنسان مننا لا يخاف فقط الأوروبيين والأمريكان من هذه الدعوات العوجة التي ترى الثورة كفر يعني فعار وشنار، لكن نحن اليمنيين أيضا عندما أقارن بين الاستبداد الديني الذي يمثل عبد المجيد الزنداني ومجموعته السلفية، وبين الاستبداد السياسي والعسكري الذي يمثل علي عبد الله صالح، أفضل للاستبداد السياسي لمسألة بسيطة جدا، لأن هذا يظلمنا كبشر، والظلم في البشر موجود، غدا سأنتصر إليه، لكن هذا الذي يعني يظلمنا باسم المقدس وباسم الله سبحانه وتعالى يمس الضمير ويمس المعتقد ويعيق حقيقة ويكون أخطر من الاستبداد السياسي. أنا أفهم أن الاستبداد الديني خادم مطيع للاستبداد السياسي، والذي وظف الاستبداد الديني للاستبداد السياسي، والزنداني خادم مطيع ومجموعته خادم مطيعين للاستبداد السياسي. هذا الاستبداد السياسي الآن هو الذي يعيق الثورة، وهو الذي أحبط جهود الناس، ولازم يكون أيضا ضمن الأولويات صراحة مقاومة هذا الوضع القائم. فرض وصايات على الساحات، فرض منطق أعود أهود على الساحات، محاولة العسكرة أيضا للساحات أو إعاقتها بدءا من حمايتها، إحباط عملها. شكرا جزيلا والسلام عليكم. معلش لو مشاركة المرأة في مجلس الشورى عندهم، طبعا يحدثني واحد الإصبع إنه مجتمع طبعا زنداني أكثر بغير هكذا، إنه ما يجوز المرأة تشارك، ومع الحزب يعني فرض عليه إنه تشارك المرأة يعني جماعة، ولما سألوا زنداني إيش رد عليهم قال إنه يعني عادي، أنا صح إني حرام لكن الرأي مع الجماعة. يعني كيف عالم إسلامي الحزب يعترض وهو يوافق هذا بس من تناول الزنداني من باب الإثارة؟ علشان البلد ما يبدأ، لأن أنا سمعت قدام أسبوع يعني صراحة لحج استطالت نهائيا وفاة العلم والجواب، يعني الآن طالع في طريقها هذا المواد، بما إحنا مناطق احتمال عدم تدخل فيها، يعني ولو ما تحرمناش الآن خلاص يعني نفصل فيها، ونحن ضروري ما نتحرك من هنا. ثاني شيء أنا عارفة أن نسبة نساء اليمن 55%، كيف يقول لي هنا 69 أن تكون المرأة ممثلة تمثيلا نسبي؟ أنا ليش نوصل للمرأة تكون بالنص؟ يعني أقل حاجة تعطينا 50، هذا ما أنا مش قابلة طبعا لحقوقي كامرأة. ثانيا في قضية اللي قالوا حتى بتروح هنا لما كتب نفس الطريقة اللي قالها الأستاذ باعتماد إنه قضية جنوبية أساسا توصيل مدخل توحيد البلد، وأنا كلمت لك الأسباب اللي شفتها يعني، ولحد الآن تواصل مع الزملاء في عدن وفي لح كمان وفي تعز، يعني نظرة انفصالية لدرجة ما صورتهاش أنا وبالدتك بعد المحرقة اللي حصلت في تعز. وكمان في هنا هذا النسبة 3 إلى 3 إلى 3، صراحة أنا لا أتقبل أي وجه عرفته منذ طفولة، يعني يجلس مرة ثانية أنا حفظته خلاص كفو، يكفي اشتري شخص جديد دماء جديدة. نحن ما بنبنيش بالدماء القديمة صراحة،
يعني اذا هو مستعد انه بيقبل نحن اللي ما ورقه نسوي له برباز نطرحه في المتحف الوطني ولا باي متحف نفتحه في المستقبل هو مين يعني الدستور اليمني يقول أول مدلة يجب التنازل عن سطح المدر من تربع الجمهورية اليمنية إلا باستفتاء شعبي وأنا ما حصلش. ثانيا كان الحزب الاشتراكي في سنة 2000 نقص على العمل السياسي لما وقع الاتفاقية. الحاجة الثانية أن التنظيم الوحدوي قدم ورقة مكتوبة ومختومة أنه رافض الاتفاقية. هذا أولا. ونحن نريد الخريطة القديمة المفتوحة. ثانيا بالنسبة للممثلين أنا أحزاب اللقاء المشترك المنافس ثلاثة من كل محافظة وهم ستة أحزاب على من نوجههم. ثانياً من قهر القبائل ليسوا يعني هم نعطوهم ثلاثة مثال ليش؟ إن الشخاب انتهت يعني. وبالنسبة للحوثيين يعني المواطن في المحافظة الثلاثة فقط ما في صعد الحوثيين معروف وإذا احنا قلوا لا تعز لعدم لصنع شو عادي يعني هم يمنيين حق لهم تقر في الداخل وخارج كذا. بالنسبة للمثلاً عن كنا كتلة المستقلين للمؤتمر نحن ما المؤتمر حزب كان يحكم مفروض إنه أحد هذا شو نصر إلى الحلف المدني والنصر النصر المطروح والحركة الوطنية بس لأنه في يكون في تقسيم لضمير الثورة هذا معنى الثورة العالية. أنا أقول لأنه القيم المتفرقة اللي موزعة طبعاً واللي تمثلها مراكز القوى المختلفة سواء كانت حزب سياسية أو القوى الحوثية أو القوى الحراك الجنوبي أو أياً كان شخصيات أو أياً كان كل هذه القيم متفرقة صغيرة أيات الثورة وطرحت قيمة واحدة متمثلة بالثورة كقيمة أساسية. أعتقد الإشكالية الأساسية أننا نبحث عن المجلس الانتقالي وما قبل المجلس الانتقالي من خلال تمثيل لهذه القيم المتفرقة. وانا اعتقد الى الان هذه القيم المتفرقه لم تصل تؤمن بالثوره بالشكل المطلوب او على الاقل لم تجسد ايمانها بالشكل الكافي والمطلوب العملي. انا اقول انه طالما السؤال الاعظم من الشعب واعتقد هذا هو موضوع يعني اعتقد محل اجماع بانه فعلا يكون التغيير بشكل او باخر او بشكل او باخر قياده لهذا قانون التغيير هذا يتقارب مع مفهوم الثوره بشكل المطلق. اقول بانه هناك شخصيات على مستوى البلد اذا ما فكرنا واخذنا الموضوع وكانه عباره عن قضاء عينه واحد الوطن البلد اليمني كقضاء عينه واحد وهذا الموضوع طبعا يعني غير حالي الى حد ما هو موضوع مطلق مفتوح الى ما لا نهايه. لابد ان نعود للتركيبه والقيم الصغيره بس اذا ما احتمت تحققت اهداف القيمه الاكبر هي القيمه الثوره. اقول اذا اخترنا مثلا شخصيات معينه اطرح مثلا من تعز واحد اثنين ثلاثه اربعه بدون ما اقول بانه هذا تمثيل لتعز بطريقه او اخرى لكن اعتقد بانه ثلاث شخصيات او اربع شخصيات مثلا بتعز ممكن تكون بحال اجماع بعلم بتعز وفي كثير من ساحات اخرى في صنعاء كذلك في من الاشخاص اللي توفر لهم معايير معينه، اعتقد انه الموضوع هذا مرور فما انت كشباب بشكل عام موجودين في الساحات او حتى ان شاء الله لمجموعه قد تكون الى اظن يعني الى حد ما يعني بشكل او باخر توافق بشكل منطقي يعني اعتقد انه اذا وصلوا نسبه 20% 30% اعتقد 70% او 80% بيحققها اللي هو شخصيات الاشخاص وما سيطرحوه من اول وهله. اعتقد هذا ممكن يكون مخرج هل ممكن نحن نشتغل موجب الشيء الجديد هذا والقيمه الجديده اللي هي قيمه الثوره بعيدا عن الارقام الصغيره وبصوره استثنائيه بعيدا عن التفكير النمطي. هذا السؤال طبعا مطروح للدكتور والاستاذ عبد الباري اذا في هامش من هذا القبيل واعتقد انه هو الحل انا في وجهه نظري يعني. شكرا جزيلا. بتكون حرب اهليه ومشاكل. يعني في تفصيل كثير يعني ناخذ عادي مشترك مثلا ترافل عبد الرحمن منصور الممثل الرسمي ترافل في السلطه الحاليه يعني ملاحظات كثيره المهم ان مثل هذا المشروع ان يطرح كفكرة للمرحلة القادمة لكن ليست في هذه المرحلة التي احنا بصددها ولم ننجز اسقاط النظام الذي هو المطلوب الاول لها. فيما يخص القضية الجنوبية يعني نؤكد ما طرحتم بحكاية الفدرالية والاتحادية اخر حاجة بالنسبة للمستقلين للمؤتمر وبالنسبة للمشايخ انا اتمنى ان ننتقل يعني المرحلة القادمة بدون روح الاتصال لاطراف الناس رايك في المؤتمر من المنظمين للثورة من الشرطة والوجاهة والفاتحة الشامية والمسحة وغيرهم وغيرهم.
يعني هذا ما لا نصير لا نصير آخر لا ندخل يعني المرحلة القادمة ونحن يعني داخل في مرحلة ممحكة بين الأطراف ممحكة النزاعات يعني هذا من وجهة نظري. كذلك فيما يخص كذلك المشاريع في المشاريع الفرعات المشاريع الوطنية بشكل عام يعني أتمنى أن تكون صدورنا وطني جدا. طيب كيف مستوى التغييرات اللي هي هناك صوره لكاتب الميلاد هناك انها في مهمه من الناس في يوم 12 وقت هي كانت الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفرقه الاولى مدربه. طيب نحن نتكلم عن هيكله وقت هيكله المنظومه العسكريه بشكل عام فيما يخص الفرقه الاولى مدربه كان بهما هي الوحيده اللي هي يعني هي العسكريه اللي هي العسكريه. نتكلم عن الموضوع بشكل عام فكان الفرقه الاولى مدربه تلغى وضمنها هي منظومة عسكرية بشكل عام. هذا جانب. أما أعتقد أن موضوع الاختلافات اللي بتدور والنقاشات حوالين الاختيار وكيفية اختيار وتمثيل الميز الانتقالي من جميع الفئات والأطياف في اليمن. إحنا طبعا حتى المقترح حاول تكون آلية الاختيار ممثل هنا حوالي عن ست فئات أو ست مجموعات اللي بتتكون الميز الانتقالي. هنا أربع اختيار ثلاثة أشخاص لكل فئة. إحنا قلنا تنقيد العلاقة والمعنى الوحدة بشكل عام وحدة وطنية ممكن كل فئة من ست فئات تختار إحنا 21 محافظة ممكن تختار كل فئة 21 يعني الحوثي يختار من جميع المحافظات منها جنوبية ولا جنوبية الجنوبيين يختاروا من جميع الفئات الشمالية وغيرها وهكذا بكل الفئات أيضا اللقاء المشترك كل الأحزاب تحدد 21 شخص من 21 محافظة مختلفة ما يطابق عليها الشروط التي يتفق عليها في المسودة. تحديدا في هذه المقاعة هل نحن بحاجة لمناقشة مجلس الإعلام بشكل المنتدعات المنظمة أم نحن بحاجة لمناقشة إنتقال السلطة؟ أنا لا يهمني إن كان السلطة تنتقل لمجلس الإنتقالي أو لنائب أو لأي شخص ولكن يهمني انتقال السلطات. على اعتبار أن انتقال السلطات يمكن أن تكون بداية لتحديد مرحلة تاريخية حالية هذا نحن ما نتبه إليه أو ما نسعى إليه. إذن من خلال انتقال السلطات يمكن أن نصيغ مجموعة من المعايير وأهم هذه المعايير هي مسألة التوافق الداخلي. لا يهمني إن كان الشخص بالمؤتمر أو خارج المؤتمر أو بحزب حاكم أو بحزب معارض وإنما يهمني أن يوجد معي قانون ونظام بمعنى آخر أن توجد في المرحلة الانتقالية هذه تهيئة البلد لمرحلة قادمة تتمثل في شيئين فقط. صياغة الدستور يحدد العلاقات المتبادلة ما بين الناس والنظام الحاكم بعد كده أو الدولة لأن الحالية لا يوجد معنا دولة وإنما يوجد معنا سلطة فما نشيش نقول السلطة لكن نقول الدولة على اعتبار أنه نحن نطمح إلى إيجاد دولة وهذا هو المهم. الدولة تحدد علاقتها بالآخر أو بالمواطن من خلال اتجاهين. الاتجاه الأول هي صياغة دستور يضمن للآخرين الحقوق والواجبات. ثانيا أن توجد نظام أو قانون انتخابي جديد يعطينا شكل بعد ذلك هو شكل التوافق الاجتماعي داخل المجتمع في الطرف الأكثر بمعنى أن كل من يصل إلى المرحلة الثانية التي هي مرحلة البرلمان يمكن أن يكون ضمن هذا الإطار. مسألة الإقصار منذ البداية معنى هذا أنه نحن نشق هذا المجتمع إلى طرفين نقيضين دولة ومعارضة قد توصل المعارضة أيضا إلى مرحلة حمل السلاح لأن فقدان المصالح تؤدي إلى كذا. إنما المحافظة على السياق الاجتماعي لنظام وأهداف الثورة الشبابية هو الأهم. وكيف نحافظ على هذا السياق؟ نحافظ من خلال صياغات نظم دستورية أو قانون دستوري يضمن للآخرين الحقوق والواجبات. المسألة الثانية التي أشتري أطرحها هي مسألة تجاهل التاريخ. أحيانا نحن نتجاهل تاريخ طويل جدا قد يكون بالقصد أو بدون قصد. مسألة شكل الدولة وإطار الدولة المدنية الذي نحن ننشد الآن ونتكلم عنه هذا بدي أول ما بدي نجد في 1917 بعد خروج الأتراك وأول تحارب
يوجد أو مطالبة في الدولة المدنية كان من عبد الوهاب نعمان لدخوله بالتحالف مع الإمام يحيى. دخل بالتحالف مع الإمام يحيى بشرط أنه يوقف معه في مشكلة الزرعلي ومشكلة المقاطرة من أجل إعطاء الإقليم، وتحدث كلمة عن إقليم يعرف بإقليم التعزية يضمن هذا الإقليم شبه استقلالية للإناء.